طيب، بداية مشاهدينا نروح مع بعض لجولة السوشيال ميديا وأبرز التغريدات المميزة لليوم. أول تغريداتنا لخبر متداول اخترناه من حساب هاشتاغ السعودية: غرامة 5000 ريال على كل موظف للمؤسسات التي لا تمنح موظفيها إجازة في يوم التأسيس. طبعا هذا القرار يؤكد أهمية حقوق الموظف وتفاعله مع المناسبات الوطنية المهمة، ومن بينها أكيد يوم التأسيس واللي يوافق اليوم 22/2/2022، وتحتفل فيه المملكة بإذن الله يوم الثلاثاء لأول مرة كرمز لتاريخ عظيم للمملكة العربية السعودية. ثاني